أو بداية الاحتلال يريد أن يقتل أو يعتقل أي مقاوم فلسطيني أو أي مطلوب فلسطيني كما تسميه دولة الاحتلال، فبالتالي قد يقوم باغتيال مقاوم أو مقاومان أو 10 أو 20. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة أمام دولة الاحتلال وأمام حكومتها المجرمة، هل بإمكان دولة الاحتلال بأسلحتها وبعنجهيتها أن تغتال المقاومة الفلسطينية في نفوس وقلوب وعقول الشعب الفلسطيني؟ المقاومة الفلسطينية ليست مجرد شخص، وليست مجرد عرين الأسود، وليست مجرد كتيبة جنين. المقاومة الفلسطينية هي فكر أصبح لدى الشعب الفلسطيني، هي قناعة للشعب الفلسطيني. الآن كل الشعب الفلسطيني يلتف حول المقاومة الفلسطينية. حين نفذت مجزرتها، كل نابلس وكل من تواجد في نابلس وقف أمام عنجهية الجنود وأمام عنجهية الحكومة الصهيونية وحموا المقاومة الفلسطينية. عدد شهداء كبير، لأن الالتفاف حول المقاومة كان كبير جدا. محاولة حماية ما تسميهم دولة الاحتلال مطلوبين كان كبير جدا. الكل التف حول المقاومة وحاول حمايتها سواء بحجر أو بإشعال إطار مطاطي أو بإعاقة حركة الجنود من أجل عدم تركيزهم في تنفيذ عمليتهم ومجزرتهم. 100 جريح فلسطيني في نابلس، معنى ذلك أن كانت دولة الاحتلال وهذه الحكومة تريد فعلا تنفيذ مجزرة حقيقية من أجل إخافة وإرهاب الشعب الفلسطيني. لكن الآن الشعب الفلسطيني في نابلس يشيعون أحد الشهداء ويلتفون حول المقاومة، وكل الهتافات هي تمجيدا للمقاومة والتفافا حول المقاومة وحماية المقاومة. إذن دولة الاحتلال لا تريد أن تتعلم، تمارس نفس الخطأ بجباء، أن كلما زاد العنف، كلما زادت العمليات العسكرية ضد الدولة، ضد الشعب الفلسطيني، فبالتالي حتما تزداد المقاومة عنفوانا وتزداد صلابة، وبالتالي يكون هناك فرصة أكبر من أجل تنفيذ عمليات ضد دولة الاحتلال. من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه. لا أحد يستطيع أن يقول أن الشعب الفلسطيني لا يجب أن يدافع عن نفسه. المقاومة الفلسطينية هي لا تهاجم، هي تدافع. من يهاجم الفلسطينيين، من يهاجم المدنيين، هي دولة الاحتلال. يجب على العالم أن يفهم ذلك. يجب أن يفهم أن دولة الاحتلال هي من تهاجم الشعب الفلسطيني في بيوتهم وفي شوارعهم وفي أسواقهم وفي محلاتهم التجارية، والمقاومة الفلسطينية هي التي تقوم بحماية المواطن الفلسطيني، حماية المدني الفلسطيني، حماية النساء والأطفال. اليوم قوات الاحتلال حاصرت إحدى المدارس، والمقاومة الفلسطينية هي التي دافعت عن هذه المدرسة وعن الأطفال. فبالتالي على العالم أن ينظر بكلتا عينيه، لا بعين واحدة. المقاومة الفلسطينية هي مشروعة وشرعية، واللا شرعي هو الاحتلال. فبالتالي ما يقوم به الاحتلال هو اللا شرعي ويجب إدانته. وأيضا يجب وقف كل الوهم السياسي والمراهنة على اتفاقيات هنا واتفاقيات هناك. كل هذه الاتفاقيات بالأمس فقط وقعت السلطة الفلسطينية مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية وبضمانات أمريكية على التهدئة بالضفة الغربية. اليوم تقوم دولة الاحتلال بتنفيذ مجزرة حقيقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. يجب أن تفهم السلطة أيضا، يجب أن تتعلم من كل الدروس التي سبقت، أن كل الوهم السياسي لن يؤدي إلا سرقة للدم الفلسطيني وللأرض الفلسطينية وللوقت الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يدرك ويؤمن أن مقاومته هي فقط من تحميه. والآن على السلطة الفلسطينية أن تعي ذلك وتوقن ذلك، أن المقاومة هي التي فقط من تحمي الشعب الفلسطيني، وأن تكف عن كل المراهنات السياسية وبيع الوهم للشعب الفلسطيني.